بناء ويكون واقف في ظهر الناس. بالظبط، ده النقطة اللي أنا عايز أتكلم مع حضرتك فيها يا أستاذ أبو شاهد الوفا. عيان عليهم أنا يا فندم. دي نقطة عايز أتكلم معاك فيها، هل تأثر المنتخب بأي شكل من الأشكال بالتساؤلات والانتقادات وما كتب على الفيسبوك وما قيل في البرامج من أنه في أبناء عاملين وأن في مجاملات في الاختيارات سواء على مستوى الجهاز الفني أو اللاعبين، هل ده ألقى بأثر على مستوى المنتخب في بطولة دورة شمال أفريقيا؟ بص انا بصفتك رئيس البعثه انا بقول لحضرتك احنا هنا البعثه مبدئيا بص زي خليه النحل تمام كله شغال ما شاء الله وائل وجهاز والمدير الاداري للبعثه والدكاتره ما شاء الله ما شاء الله البعثه زي خليه النحل ويعني انا يعني شهادتي فيهم مذبوحه لكن يعني انا اشهد الله ان انا راضي تماما عن اداء الجهاز الفني بالكامل تمام وعن اداء اللعيبه برغم ان النتائج طبعا مش راضياني ولكن هم على قد ما قدروا عملوا يعني هو احنا تمام احنا يعني على قد ما قدرنا يعني الولاد انا متفائل ان شاء الله ان الفتره اللي جايه هيكون المنتخب ده ليه شكل ثاني خصوصا لما يلعبوا كمان 10 15 مباراه دوليه تمام. وبعدين الناس بتلوم علينا في هو احنا ما بن يعني بيبقى من الصعوبه برضو ان احنا نعرف نرتب مباريات دوليه بالشكل ده يعني برضو اربع مباريات وديه دوليه منتخب لسه بادئ كان من الصعب قوي 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 ان احنا ما نلعبهمش مظبوط صح. بحسب لقاء الرياض بصراحه ان هو شارك وان كنت انا برجع بس للنقطه الاولانيه ان لو كنا شكلنا الجهاز بدري وجمع اللعيبه بدري كان ممكن أنا يبقى الوضع افضل. في اخفاق كان بالظبط، المفروض انا بقول لك كان المفروض وانا بحييك على الاعتراف. شكل بدري شويه طبعا طبعا مظبوط. انا حاسس من اشادتك واعجابك بشكل المعسكر والمنتخب انك ممكن كمان تطلب مكافآت اجاده لهذا المنتخب، هل ده في نيه حضرتك لا كرئيس هو بعثه؟ بص انا بقول لحضرتك انا يعني انا جيت مع الولاد انا اولا من فضل الله يعني وشي كويس على كل بعثه بروح فيها ان شاء الله أيوة كل ما مظبوط. يعني البعثات كلها بنكسب فيها وبنعمل حاجات كويسه يعني انا جيت معاه الاولاد عشان انا ابقى جنبهم تمام وكنت جاي وبتكلم معاهم واحنا جايين لغايه ما جينا واحنا في الطياره وجينا هنا على اساس ان احنا ان شاء الله مش هنرجع من غير المركز الاول وكاس البطوله ابدا. ايوه في مكافآت اجاده؟ لا 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 يعني انا هذا هو يعني انا اتكلمت مع الولاد بعد ما خلصنا المباراه الاخيره النهارده طبعا يعني انا شكرتهم على الاداء الكويس اللي اتعمل ولومتهم على الاخفاقات اللي حصلت الشوط الاول في ماتش تونس كان في اخفاق ايوه الشوط الاول في ماتش ليبيا كان في اخفاق لكن برضه هم ليهم يعني ليهم حاجات كويسه قوي شكرتهم عليها ولومتهم على الاخفاقات وقلت لهم انا كان نفسي اعمل لكم مكافاه اجاده ايوه لكن مش هينفع ان انا اعمل لكم مكافاه اجاده وانتوا حاضرين المركز صح الثاني. متفق احنا منتخب مصر بندي اجاده للي بيجيد وبيحقق نتائج. طبعا طبعا, طبعًا صح مظبوط. مهم هم يتعودوا على ده وان النجاحات تبقى هي الامر الطبيعي. وعلى ذكر ده احنا مركزين مع قصه الانضباط داخل معسكرات المنتخبات، هل في هذا الجيل الشاب اللي بينظر له نظره انه بيقود المستقبل على مستوى كره القدم المصريه، شفت اي صوره من صور غياب الانضباط ولا ايه تقييمك لانضباط هذا الجيل في معسكره الاول؟ لا لا انا من ضمن الامور اللي انا شكرتهم عليها الانضباط كان بصراحه كان حاجه كويسه خالص مفيش حد خالص نهائيا طلع من الباص في كل لحظه انا على فكره ببقى معاهم في كل الاوقات انا معاهم في المطعم ومعاهم في التدريب ومعاهم في المحاضرات تمام ما بحطش رجلي على رجلهم في اي مكان يعني انا جاي معاهم كرئيس بعثه رجلي على رجلهم ما بسيبهمش خالص تمام فانا من ضمن اللي انا شكرتهم عليه الانضباط اللي كان موجود ممتاز وطبعا احنا تعهدنا كلنا مع بعض ان الناس هترجع ان شاء الله انديتها هتركز في انديتها وكل يعني النهارده فتره طويله جدا بعد البطوله ما خلصت إن كل انسان طبيب نفسه كل انسان اللي نفسه وكل الناس هترجع انديتها هتركز انت مش لعيب عادي انت لعيب حط في بالك تمام اللي انت ملاحق في ناديك
اللي مش هيجيب في ناديه، وخلي باله من لياقته من مهارته من لياقته البدنيه وكل حاجه، تمام. مش هيكون له مكان في المنتخب، واللي هيشد حيله وهيجيب في منتخبه في ناديه هيكون لي في المنتخب، تمام. قعدت مع حضرتك استاذ جمال علام مع الفرقه بعد نهايه المباراه النهارده؟ استاذ جمال علام في تونس، انا اللي اعرفه. الاستاذ جمال علام، الاستاذ جمال علام النهارده بصفته موجود في الـ في الـ في اليوناف. كان كل يوم معانا طبعا، الراجل ما كانش حضر تقريبا كل المباريات. قال ايه للعيبه؟ بصفته دايما يا فندم. قال ايه للعيبه؟ والله هو في البدايه يعني طلبهم بالبوز، وانهم لابسين تيشيرت منتخب مصر، وفي ملايين كانوا بيتمنوا ان هم يكونوا مكانهم، وان دي فرصه جايه لك. ولما بيجوا بيقول لهم شكرا على الاجابه، ولما بيخطبوا برضه الراجل كان بيلوم عليهم الاخطاء. ألف سلامة ترجعوا بيها إن شاء الله أستاذ محمد أبو الوفا، وإن شاء الله القادم يكون أفضل للمنتخب، منتخب الشباب منتخب 2005. بشكرك على وجودك معنا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.